اليوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات والشركاء نتاعها يحتفلوا باليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف. هذا اليوم هو ذكرى لتوقيع الاتفاقية الأممية لمحاربة التصحر اللي وقعت عليها بلادنا بطبيعة الحال. وهاد السنة تم اختيار موضوع مقاربة النوع ومحاربة التصحر، وذلك نظرا للدور المهم اللي كتلعبه المرأة وخاصة المرأة القروية في تدبير الأراضي، نظرا لعلاقتها مع الموارد الطبيعية كالماء والكلاء والغابة والنباتات الطبية والعطرية. بطبيعة الحال يعني انخراط الوكالة في هذا الورش هذا كيدخل في إطار تنزيل استراتيجية غابة المغرب اللي اعطى الانطلاق نتاعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذا بطبيعة الحال كيهدف إلى وضع برامج ومشاريع لصالح المرأة القروية حتى تندمج يعني في التدبير المستدام للموارد الطبيعية. تكون واحد اتفاقية اللي غتبرم مع الوكالة الفرنسية للتنمية ولوني فام منظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الوطنية لتنزيل واحد المقاربة اللي وزعناها جميع، بحيث كان واحد تشخيص نتاع وضع المرأة القروية في مجال المياه والغابات، مرأة مستفيدة يعني من المجالات الغابوية وكذلك المرأة اللي كتعمل في هذا القطاع. وهاد التشخيص هذا بطبيعة الحال عطانا واحد برامج التدخل اللي غادي نحاولوا نعملوا فيه مع هاد الشركاء. اليوم كنحتفلوا داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات باليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف. هاد اليوم اللي كيصادف الشعار ديالو هو مرأة أرضها حقوقها، وكانت هذه المناسبة باش نقدموا للدراسة اللي قامت بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات حول وضعية مقاربة النوع داخل القطاع، واللي أسفرت عن نتائج اللي أعطتنا خارطة الطريق حول الإجازات اللي يمكننا نقوم بها والآليات اللي يمكننا نشتغلوا بها. هذه الدراسة تمت القيام بها بشراكة مع الشركاء ديالنا اللي هما مركز الامتياز الخاص بمقاربة النوع التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، الوكالة الفرنسية للتنمية، وأيضا منظمة الأمم المتحدة للنساء.